بعد 50 عام من نصر أكتوبر، لا زال المواطن الفلسطيني يستمد روح هذا النصر العظيم في مقارعة الاحتلال. نتابع هذا التقرير. من لا يعرف 6 أكتوبر لا يعرف شيئا. يعني كانت تلك الحرب هي مسحت عقدين من الهزيمة العربية وفتحت آفاق جديدة لاستنهاض هذه الأمة. استنهضت الأمة لبعض الوقت لكنها عادت إلى الركود. نأمل أن يكون هناك 6 أكتوبر عربية بالمعنى المصالحات العربية والتضامن العربي لمواصلة البقاء، لأن الوطن العربي ككل يتعرض لمؤامرات لمسحه عن الخارطة، وهذا ليس من الخيال. هناك مؤامرات كبيرة تحاك ضد هذا العالم العربي لتفتيته وتقزيمه واستلاب ثرواته الرهيبة التي تكتشف يوما بعد يوم. وبالتالي كانت تلك الحرب البداية للنهوض العربي. يعني بذكر أيام حرب سنة 1973، أيام المصريين كانوا زمان أبطال، متى حرروا مصر من عند اليهود، قاموا كل شيء، انتصروا المصريين على اليهود، وانتصرنا احنا. يعني هذا بيرفع يعني راس كل الأمة العربية. سنة 1973 قامل الجيش المصري بده يرجع الأراضي اللي فقدها سنة 67، واخترق خط برليب ودخل على حدود سيناء واستطاع أنه يرجع الأراضي هذه كليتها. من لا شيء لكل شيء حرب 73. العمل في 73 كان مفاجآت للعالم كله. كان أحلى شعور، وكانت أحلى أيام، يعني إحنا كنا سعيدين في هذا اليوم اللي كان فيه الانتصار، شايف؟ والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ترجع الأيام زي اللي راحت. حرب 73 لما حرروا سيناء كان شعور الناس، كان بدك تقول مكتئبين أيامها، ولما تحررت سيناء وشعروا إنه في تقدم وفي نصر وفي كذا، صارت هيزع في البلاد هوني، إشي بدك تقول مظاهرات اللي ترفع الناس والكل مبسوط وعنده شعور، يعني كانت بتختلف عن الشعور اللي كنا مخدينها في أيام المعركة. وشعور الناس كانت حلوة حلوة لما حرروا سيناء. يعني بدي أقول لك شغلة، يعني يمكن كنت تمرق بالشارع ما تلاقيش حدا إلا الناس قاعدين على الراديو. كل الناس كانت تسمع الراديوهات والتلفزيونات وتشوف وتتابع، وكان يعني الحقيقة يعني زي ما قلت لك يعني فخر كبير إلنا. في ذلك اليوم كنت أشاهد مباراة كرة قدم في جفنة، منطقة بير زيت، ولا أدري لماذا خرجت من الملعب وجلست في السيارة التي أقلت فريق قريتنا، وفتحت الراديو في السيارة وإذا به يقول الطيران الحرب العربي المصري يدك المواقع الإسرائيلية في خط بارليف، قواتنا تقتحم خط بارليف. هذا يعني أشوف أنا يعني أشعر بتخدر في وجهي. وقفت لبعض الوقت لا أدري ما أقول، هل أنا أحلم أم لا أحلم؟ فصرخت وقفوا، قامت الحرب والنصر قريب. وبكينا، كنا في بدايات 20 في ذلك الوقت، كانت لحظة لا تصدق.